فما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من علم الله سبحانه وتعالى يعبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه فيكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام الله، ولكنه معصوم لأنه وحي من عند الله وعلم من علم الله. ولذلك فكلام النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول كلامه بصفته البشرية، فهو بشر يتكلم كما يتكلم البشر، فيسأل فيقول من أنت، أو يقول ماذا تقول، أو نحو ذلك. هذا الاستفهام من طبع البشرية، وقطعا ليس وحيا منزلا، وإنما هو من طبيعة كلام البشر، كما ينام ويأكل ويشرب ويستيقظ ويمشي ويجلس، هكذا أوصاف البشر. وهذا النوع من الكلام الراجح فيه عند الأصوليين جواز الاجتهاد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه، ولكن لا يقره الله على خطأ. الاجتهاد البشري عرضة للخطأ، لكن اجتهادات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر فيها على خطأ أبدا، ولذلك كان يقوم بالوحي. ففي قصة مجيء عبد الله بن أم مكتوم إليه، أنزل الله إليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وفي قصة أسرى بدر، أنزل الله إليه وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وفي قصة زيد بن حارثة بن شراحيل وزينب بنت جحش بن رئاب، أنزل الله إليه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وفي قصة عذره للمتخلفين في غزوة التبوك التي هي غزوة العسرة، أنزل الله إليه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فإن الله يقومه، وحينئذ اجتهاده ليس كاجتهادنا. فاجتهاد البشر كله عرضة في الأصل للصواب والخطأ، لكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذا القسم فقط من أقسام كلامه، وكله مقوم بتقويم الله معدل ولا يمكن أن يقر على خطأ. القسم الثاني هو كلامه الذي يبلغه عن الله جل جلاله، سواء كان قرآنا أو حديثا قدسيا. فما كان قرآنا فهو واضح لا يلتبس بغيره لصفة الإعجاز لأنه معجز، وما كان من وحي الله إليه يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل جلاله، ولذلك يعبر عنه ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ينميه أو يرفعه أو عن ربه عز وجل أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على أن الحديث قدسي. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن روايته عن الله مباشرة بتعبيرات، منها قوله في الصحيح في حديث الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر فالتفت إليهم بعد الصلاة على أثر سماء نزل من الليل، أي على أثر مطر نزل من الليل، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال يقول أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب، فالذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته مؤمن بي كافر بالكوكب، والذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثهم هنا عن الله جل جلاله، لكن بهذه الصيغة الفريدة، وهي قوله أتدرون ماذا قال ربكم. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره، يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فهذا نسبه إلى الله يقول الله تعالى. وكذلك ما في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرويه عن ربه عز وجل، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا كلام الله جل جلاله يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم أن لكلام النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية، فما كان منه من كلام البشر معصوم لا يقر على الخطأ، وما كان منه من كلام الله منزلا إليه سواء كان من القرآن أو من الحديث القدسي فهو معصوم أصلا بأصله. ولهذا قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.